أولا شكرا جزيلا لكم، وبالنسبة لآخر المستجدات كما نقولها دائما عدونا لا يفي بوعد ولا يلتزم بعهد، وما يجري في جبهة يافا هو استمرار لهذا التصعيد. فخلال الأيام الماضية حاول هذا العدو اقتحام عدد كبير من المواقع واستشهد عدد من الشهداء وعدد من الجرحى في محاولة لاختراق الجبهة والتوسع ولو بمسافات بسيطة، ولكن الأبطال والرجال القابضين على الجناح دائما كانوا لهم في المرصاد. وبالنسبة لأفعاله كما ذكرت أنت، هي فعلا هذه هي أفعال الجبناء عندما يتحول أو تتحول هذه التوجه الحربي أو تتحول هذه الاعتداءات إلى المواطنين، فهذا يدل على عدم وجود الأخلاق لدى عدونا الذي أمامنا. وللأسف الشديد يتعرض المواطنين، وكما جرى قبل أيام في بعض مناطق الحدود في مديرية يافا الحد أصيبت أو تم ضرب عدد كبير من المنازل، وقبلها أيضا قبل أشهر أيضا ضربت هكذا واستشهد أحد المواطنين وأصيبت فتيات صغار. هذا هو فعلهم، دائما يلجؤون إلى وسائل أخرى ليعلنوا وجودهم، هذه هي، فربما يريدوا إرسال رسائل سياسية أو ربما هو ابتزاز سياسي، فالحرب هي وسيلة لتحقيق هدف سياسي، وهكذا عدونا يحاول قدر الإمكان. سيادة العميد، ذكرت لنا عن يعني مستجدات في الجبهات، ماذا عن قصفهم لمنازل المواطنين العزل الأبرياء؟ ماذا عن الأضرار التي لحقت بمنطقة آل الحيد في مديرية الحد؟ كما قلنا العدو لجأ إلى هذه الوسائل وليست أول مرة، فقد أصيبت عدد من المنازل من خلال ضرب بالهاونات وبمختلف أنواع الأسلحة. هل من أضرار بشرية؟ خلال الأيام الماضية ليس هناك أضرار إلا شيء بسيط بالنسبة للأضرار البشرية، ولكن قبلها كما ذكرت سابقا هناك مواطنين استشهدوا، وهناك أطفال أيضا جرحوا، وهناك مواطنين مدنيين جرحوا دائما وأبدا، وحتى أنه يقوم بضرب خط الغزة أو خط الطريق الطرق يقوم بضربها بكل الوسائل والقناصات في بعض الأحيان. أنت وضعتنا في المشهد العام في مديرية الحد. طيب، بما أنك قلت أنه ميليشيات الحوثي لا تفي بوعد ولا تلتزم بعهد، ما مدى استعدادكم وجاهزيتكم لتصدي مثل هكذا محاولات لإسعاف الجرحى، لصد وردع كل هذه المحاولات؟ بالنسبة لمحاولات هذا العدو هي مستمرة كما قلنا، وبالنسبة لجنودنا الأبطال المرابطين في الحدود وخلفهم أو بجانبهم أبناء الحد الأبطال، الذي نوجه رسالة شكر وتقدير لكل أبناء الحد، وهي كحد السيف الذي ستقطع الشر مهما حاول التوسع. صامدون رجالنا في كل الجبهات، وسنستمر هكذا، ونحن نعمل وفق أو نسير وفق خطط وضعت من قبل القيادة السياسية والعسكرية، وليس في جدولنا التوسع خارج حدود الجنوب أو على نستطيع أن نقول حاليا. استمرار العدو قد ربما يؤدي إلى إيصالنا إلى التحول من الدفاع إلى الهجوم، ولكننا ندعو الجميع إلى رص الصفوف داخليا، وهي الأهم، رص الصفوف لكل أبناء الجنوب، وكونوا على ثقة أن أبطال القوات المسلحة في كل الجبهات، في يافع، في الضالع، في أبين، في كل جبهة، في الصبيحة، في كل جبهات الجنوب ستكون بإذن الله الحصن الحصين الذي تنكسر فيه كل الهجمات وكل المحاولات للتوسع الحوثي. بإذن الله، ونحن واثقين فيكم كل ثقة سيادة العميد عبد العزيز في مقدرتكم على حماية أرض الجنوب من كافة الشرور، وأيضا من مثل هؤلاء المجرمين الذين لا يعرفون معنى حتى كلمة إنسان أو إنسانية.
في مثل هذه الأيام المباركة ويقومون بها مثل هذه الأفعال المجرمة، فممكن تطلعنا أكثر حول معنويات الأبطال المتواجدين في جبهة الحد بيافع. أبطالنا في الحدود دائما يرسلون رسائلهم إلى القيادة السياسية وإلى شعب الجنوب بأنهم ثابتون وعلى العهد، ورغم كل الصعوبات بقولها وبكل صراحة هناك صعوبات تواجهنا، ونحاول قدر الإمكان مع قيادتنا السياسية والعسكرية أن نلبيها، إلا أننا أقولها وبكل صدق إلا أننا لم نستطع أن نكمل كل هذه المتطلبات لأبطالنا المرابطين في الجبهات، ولكن مع هكذا الصعوبات أو مع هذه الصعوبات ومع هذه النواقص فإنهم قالوها ويقولوها وسيستمرون هكذا أن هاماتنا في السماء وأقدامنا ثابتة على حدود الجنوب في كل الجبهات، وبإذن الله منتصرون دائما، فالحق معنا ومن كان في صف الحق فهو المنتصر دائما فعلا. بس لو توضح لنا إيش طبيعة الصعوبات اللي تعاني منها أو يعاني منها المرابطون في الجبهة؟ هناك صعوبات أولا التضاريس، الإمكانيات، الأمور كثيرة لا نستطيع أن نشرحها هنا على مستوى العام، ولكننا أرسلناها وسنرسلها ونرسلها لقيادتنا السياسية. فأيضا الأجواء والظروف مختلف الظروف والمسافات، جبهتنا تمتد من أقصى يعني حدق في محافظة أبين إلى أقصى حدود الحد، وهي مسافات طويلة. ومع هذا فأقول أنه رغم كل الصعوبات إلا أننا منتصرون دائما وأبدا بإذن الله. بإذن الله يعني أنتم تواجهوا العديد من الصعوبات، وبنفس الوقت يعني الأعمال الاستهدافية اللي ترتكبها ميليشيات الحوثي من جانب آخر، ما هي رسالتكم للمواطنين حتى يقفوا بجانبكم حتى تتسهل عليكم مهمة حمايتهم وحماية الأرض؟ أولا أنا رسالتي إلى المواطنين وخصوصا أبناء الحد وأبناء يافع على مستوى عام وأبناء الجنوب بشكل يعني أشمل، أبناء الحد هم الحصن الحصين، أنا أقولها سواء كان جنود مرابطين من القوات المرابطة في محور يافع أو من أبناء الحد المواطنين الذين يلبون النداء في كل لحظة، يلبون النداء بإمكانياتهم الشخصية بأسلحتهم الشخصية بكل ما يستطيعوا تقديم الدعم للأبطال المرابطين. وأقولها وبكل صدق أن معظم المرابطين الحقيقيين في هذه الجبهات هم المواطنين الذين يسندون قواتنا المسلحة في هذه الجبهة وفي معظم الجبهات، فدون وقوف المواطنين معنا أعتقد أو أقول أننا كنا سنواجه كثير وكثير وكثير من الصعوبات بسبب ما هي موجودة علينا من نواقص أو من ظروف تحيط بنا. ولذلك نقدم الشكر والتقدير لكل أبناء الحد ولكل أبناء يافع على هذا الصمود الجبار، وبإذن الله وبرص صفوفنا جميعا أننا منتصرون وسندحر أي محاولة يقوم بها عدونا في هذه الجبهة أو في أي جبهة أخرى. بالتأكيد سيادة العميد عبد العزيز، نتمنى لكم يعني أن ربي يثبتكم ويقويكم وينصركم على عدوكم، وإن شاء الله بإذن الله نحن وكل أكيد جنوبي واثقين في ما تقدموه وتضحون به من أجل تراب الوطن. العميد عبد العزيز المنصوري قائد محور يافع القتالي كنت معنا عبر الهاتف للحديث حول موضوع تعرض منازل مديرية الحد بيافع للاستهداف الحوثي الغاشم.